السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنوريكم ازاي نعمل صينية البطاطس بقطع اللحمة العجيبة، ومعانا الشيف رزة هو اللي هيعمل المقادير بتاعة الأكلة ديت. اتفضل يا شيف رزة، احكي لنا على الأكلة دي دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش قادر بس معلش، عشان أول مرة نطلع في الفيديو وأول مرة نطلع على اليوتيوب، فعشان كده بس يعني ايه يعني خايفين شويه، بس الحمد لله احنا مش خايفين من اي حاجه. احنا نعمل عمل يعني احنا بنعمل الطلبه، بنشتغل بس على الطلبه المتغربين سواء في روسيا او في ايطاليا او في اي حته، بنعلمهم ازاي يطبخوا حتى لو باقل مقادير ممكن نطبخ بيها. دلوقتي احنا هنقشر البطاطس. ايوه، بعد ما نقشر البطاطس هنقشرها الاول، هنقشر البطاطس مدوره علشان نعملها في صينيه البطاطس. بعد كده هنقشر البصل. بعد كده احنا بيبقى عندنا اللحمه مغسوله. تمام، ادي قدامكم دول كام بطاطسايه دي. هنعمل يعني هنعمل صينيه كويسه. عندنا اللحمه مغسوله. تكفي كام شخص دي يا شيف رزة؟ تكفي، بص الاكله كلها ممكن مش هتكفي يعني مش فلوس كتيره، ولو ممكن تكفي 3 اشخاص، ممكن تمام. تكفي 4 اشخاص. تمام. اما حاجه نكهه الاكل تبقى كويسه. صح. احنا اول قبل اي حاجه عشان ما ناخدش يعني عشان الوقت كتير وتمام، الاول احنا دلوقتي هنسلق اللحمه. اللحمه المقادير بتاعتها اللي احنا نسلقها، اول حاجه هنجيب ورق شجر. ورق لورا وهنحط منه يعني 2 او ممكن 3، مفيش اي مشكله. تمام كده. اوكي، بعد كده هنجيب عندنا البهارات. ايوه، اهم حاجه البهارات يا شيف. اهم حاجه البهارات، واهم حاجه في الاكل كل حاجه. اهم حاجه الطعم. هنيجي نحط شويه فلفل اسمر مطحون. ممكن نحط مرقه، ممكن لو عندنا مرقه نحطها، لو ما عندناش مرقه بلاش، بس مرقه لحمه. تمام، هنحط مرقه عشان تطلع الشوربه بتاعت اللحمه. تمام، جريفي. هنحط نص مرقايه كده. ايوه تمام. بعد كده اول، انا اسف ان انا مش لابس جلوفز بس مش مشكله. بعد كده اهم حاجه هنحط الملح عندنا. هنحط المقادير بتاعت الملح، يعني هنحط مثلا معلقه صغننه كده. هي طبعا بدات تغلى هي الميه البيس. تمام، هنبدا نسقط اللحمه. زي ما حضراتكم شايفين كده هو بيسقط اللحمه. هنبدا نسقط اللحمه. طبعا ده كيلو او كيلو الا ربع، عمل كذا حته. نبدا نسقط اللحمه. دلوقتي سقطنا اللحمة خلاص، اغسلها وحطها. في روايح حتت ممكن تتحط او ممكن لا. واهم حاجة يكون في اللحمة فيها سمين عشان تدي طعم للشوربة. صح، تمام كده. تمام. ممكن نحط نص بصلاية عشان برضك تدي طعم للشوربة. مفيش ادنى مشكلة، اللي ما بيحبش البصل ما يحطوش. طب واللي بيحب التوم يا شيف؟ ممكن يتحط توم، بس احنا يعني في الغالب ما ممكن ما نحطش توم. نحط توم نعمل ايه؟ احنا المفروض محتاجين حبهان، بس الحبهان طبعا مش عندنا عشان احنا في اوروبا بره مصر، طبعا مش عندنا حبهان، مش منتشر هنا. صح، طبعا ما فيش حبهان، فعادي ممكن نكتفي باللي احنا بنعمله. هنقطع كده بصلايه. تمام هنحطها كده تدي طعم. تمام كده، ممكن نحط شويه شطه بسيطه. طبعا الشطه دي اختياري، في ناس بتحب الشطه وناس ما بتحبهاش. يعني اللي عايز يحط اللي مش عايز يحط ما يحطش. ما فيش ادنى مشكله. صح. دلوقتي احنا مش دلوقتي هنقلب بقى كل حاجه. تمام. ايوه، هنقلب كده، نسيب اللحمه يعني 25 دقيقه. تمام، ونرجع لها تاني، بس نحاول نعمل دي كده. اوكي، عشان بحيث لما تغلي البخار ما اوكي. بعد كده احنا دلوقتي نبدا نعمل صينيه البطاطس. احنا قطعنا البصل، لسه هنقطع البطاطس بتاعتنا. دلوقتي هنقطع البطاطس بتاعتنا كده، ما تبقاش حلقات رفيعه،
ويعني في الغالب تبقى حلقات تبقى ماسكه نفسها كده تمام تمام، وما تبقى شولر رفيعه ولا 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 كبيره. لو كبيره مش هتستوي على طول، ولو رفيعه هتتهري. صح. فاحنا هنعملها متوسطه. تمام متوسطه، والمقادير هكتبها لكم دلوقتي على الشاشه. الله عليك يا شيف. طبعا احنا هنعمل النهارده اكلتنا، هنعمل صينيه بطاطس ورز ورزه، وهنعمل ملوخيه. تمام. الملوخيه طبعا يا شيف انت جايبها من مصر صح؟ هي ملوخيه طبعا، انا مش جايب ملوخيه خضراء علشان الملوخيه الخضراء هتبوظ، فانا جايب ملوخيه بتبقى ناشفه. طب بس ما بتحسوش بيها، بتتعمل هي هي. طب دي مده الصلاحيه بتاعتها قد ايه كده مثلا؟ لا دي عاديه، ممكن تقعد سنه مثلا. طبعا. طبعا احنا كنا غسلين البطاطس، البطاطس نظيفه زي ما انتم شايفين كده. طبعا البصل نبدا اهو، البصلايه اللي بسرعه على طول عشان تقطعها على طول، تقوم ماسكها من هنا كده، وما تبوظوش البصله، يعني ما تحاولوش يعني تبوظوا البصله. هنبدا دلوقتي اهي البصله بتاعتنا. تمام. طبعا احنا دلوقتي هنفرش، هنعمل دلوقتي يعني صينيه البطاطس بشكل كويس جدا. طبعا احنا الاول هنجيب الصينيه بتاعتنا، طبعا دي صينيه ضد الحراره، تستخدم ضد الحراره عشان ما تلزقش، عشان ما يلزقش البطاطس. بنحط شويه زيت كده، بنملسهم شويه زيت. تمام. نبدا ليك بنبدا نملسها كده. وان شاء الله هيبقى اكل بيتي في الظرف، الحاجات الحظر اللي معمول دوت، هو هيبقى اكل بيتي ان شاء الله، وكل الناس هتحبه جدا جدا جدا، لان هو اكل بيتي، ولا جايبين اكل من الشارع ولا جايبين اي حاجه. احنا دلوقتي هنبدا نفرش البطاطس، بنفرش اهو البطاطس. طبعا فرش البطاطس ديت لازم يكون حد فاهم يفرشها صح، يفرش اني تحت وفوق عشان البطاطس، ودرجه الحراره بتاعت البطاطس اقل حاجه بتبقى حوالي 180. ولازم تستوي كويس دي البطاطس. هعملها لكم بالطريقه المصريه يا جماعه بشكل كويس. حط البصل كمان كده عليها عشان يدي طعم. انت ايه رايك في الكارانتين اللي هو في ماشي دلوقتي في هو يعني الكارانتين بتاعنا؟ طبعا احنا في عذاب، بس احنا بنعمل الاكل دوت للناس المتغربه عشان على الاقل تعرف تعمل اكل ويعرفوا يعيشوا، لان بعض الناس دلوقتي يروح ياكلوا من KFC، من كنتاكي، ياكلوا من، انا هعمل لكم كمان خلطه كنتاكي ان شاء الله بكره، استنونا في حلقتنا ان شاء الله بكره. انا بس عايز اقول لكم ان الاكل كله هو صحي ومفيد في البيت، وفي نفس الوقت كويس ورخيص. تمام. ومش هيكلف كتير، وفي نفس الوقت دي حاجه كويسه يا جماعه بالنسبه للناس المتغربه، لان الاكل، وبالنسبه للناس المتغربه دوت هيفيدهم جامد، لان الاكل
الاكل يعني الاكل اللي بيشتري من بره دوت بيبقى وحش ومش عارف يعني الزيت بتاعنا ايه ومش عارف دنيتنا ايه وحرام حرام بندفع فلوس على الفاضي. تمام يا شيف. انا يا جماعه شيف وفي نفس الوقت دكتور اسنان والحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله انا بحب اساعد الناس كلها وبحب اساعد الناس سواء كل اللي انا اعرفه بحب اساعدهم بيها ببلاش كل حاجه يعني انا ما باخدش من حد فلوس ولا بعمل من اي حد فلوس ولا محتاج من حد فلوس انا بساعد الناس كلها وان شاء الله قريب عندنا مبادره في حلوان عندنا هنعالج كل الاحياء الشعبيه ببلاش كل حاجه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شوف بس دلوقتي بقى هنعمل طبعا طبعا هي اهي الصينية بتاعتنا طبعا احنا دلوقتي هنعمل الصلصة طبعا ممكن نعمل الصلصة هنضربها الاول هناخد بطاية المقادير ان شاء الله هكتبها لكم اغلبية الناس اللي ما عندهاش طبعا خلاطات برا مصر مش مشكلة احنا ممكن ناخد المقادير ممكن نجيب شوية مية سخنة طبعا هو الاسيستنت بتاعي هيكتب لكم كل المقادير بتاعتنا تمام احنا ممكن ناخد شوية مية سخنة ممكن ناخد صلصة وناخد عليها قطاية ونقطعها نفركها جامد قوي ونقوم ضربنا وحطينا على الصلصة وممكن لو عندنا خلاط هنضربها في الخلاط وهتبقى زي الفل وهقول لكم المكونات بتاعتها بأسهل حاجة تمام يا شيف اهو سي الريحه الجميله دي يا شيف الله يخليك طبعا يا جماعه مش عايز اقول لكم الريحه بتاعه الشوربه من ورا العقل من ورا العقل دي طبعا القوطه احنا عندنا مغسوله على طول اهي بنحطها نجيب الصلصة بتاعتنا الصلصة هي بتاعتنا كل حاجة سهلة جدا جدا ومن غير اي حاجة اهي المعلقة بتاعتنا هنعمل كده طبعا احنا عندنا دوت بيبقى سخن جدا تمام شويه اللي باقيين دولت بنحاول نفركهم كده مع بعض هنحطهم الاول كده دي طريقه اقتصاديه برضه شيء صح طبعا للناس طبعا اللي متغربين كل حاجه بقول لكم على اسهل طريقه طبعا هنيجي نحط شويه في المكونات بدا هنحط طبعا حطينا القوطه وحطينا الصلصه نحط شويه فلفل اسود تمام نحط الملح بتاعنا طريقه سهله جدا 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 ما فيهاش اي حاجه ده الملح بتاعنا اهو طبعا هنحط مرقه الدجاج بتاعتنا كل ده هيدوب دلوقتي تمام طبعا احنا عندنا عليها شويه ميه تمام كده طبعا هنحط شطه انا بحب الحاجه سبايسي الناس على حسب يعني على حسب الاختيار ممكن الحاجه ما تبقاش سبايسي عنديش مانع طبعا الحاجات ديت يلا المعدتين كل الحاجات دي شوف وانا بشيل بنفسي مش ادنى مشكلة طبعا انا معايا الاسيستنت بتاعي يعني السباعي دوت دكتور زيي واحنا حبينا نعمل حاجة مفيدة للناس وحابين يعني الناس كلها تبقى مبسوطة ويعني نفسنا الناس كلها تبقى مبسوطة يعني سلام
سلام يا دكتور. ده دوت كده احنا حطينا فلفل اسود وممكن شويه كمون. ده كمون اللي حطيناه. وشويه فلفل اسود وشويه ملح وشويه شطه وحطينا مرقه الدجاج، كل ده هنخلطهم مع بعضهم. تمام. وممكن نحط فص ثوم. اوكي. طبعا يا جماعه احنا في روسيا، احنا دلوقتي احنا في روسيا وبقالنا كتير عايشين دكاتره الاسنان، وبرضك بنحب نعمل اكل للناس عشان انا يعني حياتي المفضله بحب اعمل اكل، غير ما انا بحب برضك الاسنان بتاعتي بحب اعمل اكل. لا ما بنحبش ناكل بره البيت الصراحه. دلوقتي انا دلوقتي اعمل الخلاط بتاعي، كل الحاجات دي بتبقى مونتاج. اوكي. دلوقتي احنا هنعمل اهو، الصلصه معايا اتعملت اهي. طبعا يعني بدوق كده، بدوقها بس حاجه بسيطه. ممتاز جدا، ممتاز. اوكي. ببدا بقى ايه، ببدا كده اغرقها، ببدا اغرقها كده اهي عشان تدي طعم. طبعا انا اسف ليكم كده اهي. اهي طبعا الصلصه اتعملت اهي بقى احلى حاجه. بص اهو تكفي ثلاثه. طبعا اهي الصلصه اتعملت، ودلوقتي هنحط اللحمه ونسيب اللحمه يعني انا بحب اللحمه بتبقى محمصه واسهل اي حاجه، ونحطها في الفرن على درجه حراره لمده ساعه الا ربع. وشوفوا يعني تابعونا. تمام. تابعونا على ال WW روزا الروسي. تمام. دوت اليوتيوب بتاعي، وانا دايما في مساعدتكم، وان شاء الله هنعمل الملوخيه كمان. وتابعونا، خليكم معايا الفيديو الجاي ان شاء الله طريقه عمل الملوخيه وطريقه عمل الرز. بس احنا دلوقتي مش هنقفل لحد ما نحط اللحمه، وبعد ما نحط اللحمه ساعتها هنقفل واقول لكم طريقه عمل الملوخيه ازاي. وان شاء الله خليكم متابعين لينا على طول، وانا بحبكم قوي. ودوت الكلام دوت للطلبه كلها المتغربين بره مصر كلهم، واكل صحي وحاجات بسيطه، ويعني يعني اقل حاجه، اقل فلوس، ما مش هتكلف فلوس، يعني ممكن 3 4 دولار، مش فلوس، مش فلوس خالص، يعني كل دوت مش فلوس والله العظيم. احسن ما تروح تاكل في كي اف سي وتاكل هنا وتاكل هنا وفي الاخر مش هتستفيد اي حاجه. وجمعة مباركة عليكم، وان شاء الله لما نحط اللحمه هنرجع لكم تاني اوريكم الصينيه. اول وجديد انا حابب اسلم عليكم تاني، وحابب اقول لكم دي صينيه البطاطس بعد ما انا عملتها خلاص، ودلوقتي ادخلها الفرن لمده ساعه الا ربع. تمام. دلوقتي انا مشغل الفرن مسخنه، وهبدا احط صينيه البطاطس. خلاص كده يا جماعه، وارجع لكم ان شاء الله في طريقه عمل الملوخيه، ونرجع لكم تاني ان شاء الله. بحبكم قوي يا جماعه، والله بحبكم، وعايز الدعم منكم ولايكات كتيره. حابب الفيديو يبقى فيه لايكات كتيره، سبسكرايب، شاركونا معانا لحظه. رجعنا لكم تاني وهنعمل طريقه عمل الملوخيه. تمام. طريقه عمل الملوخيه، اول حاجه هنجيب 4 تفصاص ثوم كده كده، ونقشرهم كده يعني عشان بنقشرها بسرعة، أسهل ما يمكن، مفيهاش أي مشكلة. كده 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 أهي. طبعا والطشة هوريكوا، ده عشان الطشة. تمام. احنا زي ما قلتلكوا احنا بنتعامل على الناس المتغربة. طبعا الملوخية مش بيور، يعني الملوخية مش جاية على طول سابحة. الملوخية يعني عندي، تمام، هي ملوخية خضرة ناشفة. تمام. طبعا نجيب التوم، ممكن نهرسه وممكن ما نهرسوش عادي. طبعا برضك هعلمكم حركة، لما تبقى عايز برضك تعمل التوم وتحاول تعمل التوم وتحاول تهرسه زي كأن حطه ضربته معامل كده التومية اهي، اهي التومية كده. تمام. التوم مقطعة كده
هي بقت عامله زي الايه المهروسه. مستنى ايه تعليقاتكم كلها. عشان نعمل الطشه طبعا انا مستني ملوخيه عشان ما عنديش بتاع لهرس الثوم. طبعا انا قطعت الثوم دلوقتي طبعا اهو بالشوربه اهي. انا هحط الملوخيه بتاعتي ملوخيتي هعرف بقى احط كام معلقه. هاجي على الملوخيه واخد معلقه اخد معلقه الثانيه التالتة. طبعا كل الناس اللي عندها ملوخية اللي مسافرة برا مصر طبعا بياخدوا الخضرة دي الناشفة وهم بيتعاملوا بيها. طبعا هفضل اقلبها كده هقلب 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 مش هخليها تفور مني. هقلب 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 هقلب. ممكن احط معلقة كمان طبعا مش هخليها تفور مني. هقلب اقلب 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 اقلب. مع العلم احط نص مرق الدجاج احط نص مرق الدجاج دلوقتي مع الملوخيه تمام تدي طعم. اهو اقلب 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 عشان الملوخيه ما تبقى سايسه تحتي. اقلب 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 اقلب. ادي الملوخيه اهي السايسه ولا حاجه ملوخيه زي الفل اهي تمام. برضك هات زوم وري لهم الملوخيه طبعا شايفين الملوخيه بتاعت ايه زي الفل. طبعا طبعا انا دلوقتي هعمل الطشه بتاعت الملوخيه. هرجع الملوخيه زي ما هي كده. خلي بالكم برضك عشان ما حد طبعا اهي الحله اهي بطشه الملوخيه. طبعا احنا عملنا الرز كمان بتاعنا اهو الرز هيطلع مفلفل ان شاء الله. بس امسك كده عشان الرز بتاعنا مفلفل اهو مفلفل اهو. واقول لكم برضك في المكونات بتاعته هو احنا اهو 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 الرز. الرز هقول لكم كمان على الديسكريبشن يعني هقول لكم الرز ازاي بيتعمل تمام. الرز اهو اهو ولا معجن ولا حاجه تمام زي الفل. البنات اللي لسه متجوزه كمان يعني البنات اللي لسه متجوزه كمان تعليم الرز بيبقى بالنسبه لهم صعب. بس هقول لكم الرز احنا بنعمل رزايه ورزايه. طبعا جوزك بيحب الرزايه ورزايه فاحنا نعمل له رزايه ورزايه. اول حاجه هنحط الرز ممكن نحط مثلا سمنه بلدي ولو ما فيش سمنه بلدي زيت ماشي. هنحط الزيت طبعا. بعد ما نحط الزيت هنحمر الرز وهنبقى غاسلينه وهنبقى محمرين شويه صغيرين. وبعد كده هنقوم ايه نكون راكنين الرز التاني برضه غاسلينه بس راكنينه على جنب والميه السخنه بتاعتنا او الشوربه بتاعتنا على العموم يعني. وبعد كده هنيجي بعد ما يتحمر هنقوم منزلين الرز الابيض ونقوم منزلين الميه. واهم حاجه عشان تعرف تعمل الرز اهم حاجه التكه بتاعته اللي انت تحط الميه وتحط المعلقه كده تحط المعلقه كده تكون الميه بتاعتها واقفه على الرز ساعتها هيكون الرز تمام وانت المقادير بتاعتك كمان. ونحط شويه ملح ونقطع عليه خالص ونحط ممكن مرق الدجاج ونقطع عليه خالص وبس. ودلوقتي هقول لكم الطشه بتتعمل ازاي. الملوخيه هي
الله ينور. طبعا دي الصينية بتاعتنا خلاص قربت تخلص ان شاء الله. انا بحب اللحمة تبقى محمصة كده، اللي بيحب اللحمة تبقى محمصة مفيش ادنى مشكلة، واللي ما بيحبهاش برضك مفيش مشكلة. ايه في البلبل اول وجديد، ونقول لكم يا جماعة دلوقتي احنا هنعمل طشة الملوخية. دلوقتي اول حاجة هنعمل كده بسيطة خالص، مفيش اي لعبكة ولا اي حاجة. تمام، دلوقتي انا هحط الزبدة. اهم حاجة الكزبرة، اهم حاجة. انا دلوقتي هجيب الكزبرة، الكزبرة فين؟ رجعنا لكم من اول وجديد، وهنعمل طشة الملوخية. احنا حطينا زبدة، تمام، احنا هنحط حبتين زبدة، اهي الزبدة اهي، وبعد كده هننزل التوم بتاعنا، المقادير بتاعتها، هننزل التوم. تمام، مش هخلي التوم لحد ما ينشف خالص وكده، لان كده مش هيبقى كويسة وهتبقى وحشة. طبعا هي هتدي طعم دلوقتي الزبدة، المقادير بتاعتها، وحطينا التوم، وديت الكزبرة. اهم حاجة الكزبرة، اهم حاجة في الليلة ديت الكزبرة. طبعا الكزبرة بتاعتنا اهي عشان تدي طشة، اهي الكزبرة. نحط شوية شطة ممكن بسيطة خالص، تمام. وهنحط شوية ملح، هنقلب كده. ممكن نزود شوية توم، شوية زيت بصل، شمع مطرشة، شمع. الله، ايه الريحه الجميله دي. طبعا عندي الملوخيه طبعا محضرها على جنب كده عشان ارمي فيها الطش على طول، واقفلها عشان تاخد الطشه بتاعتها، ويبقى جنبي ديت. طبعا اول ما احطها على طول الله. طبعا اقفلها كده وكده، وانتهت حلقتنا النهارده. ونشوفكوا تاني، وعايزين لايكات كتير. واحلى مسا عليكم، وبحبكم قوي، مع الف سلامه.